خليني أشوف هذه الحالة والتعامل معها والاختلاف ما بين تعامل الطب الغربي الويسترن ميديسين والطب البديل الالترناتيف ميديسين، ونشوف النتيجة كانت عاملة ازاي، ونشوف الفرق ما بين التعامل ما بين فرعي الطب. تفضلي يا حاجة، سامع حضرتك، تفضلي. ماشي يا دكتور، ماشي. الحمد لله يا دكتور، ربنا كرمني، ربنا كرمني من يعني على علاجك وعلى الحجامة بتاعت حضرتك. الدكتور كان قايل لي في عملية وكده الغضروف. كانت المشكلة ايه يا حاجة سمية؟ غضروف؟ كان الغضروف. اي يا دكتور. فالدكتور كان بيقول لي يعني ارجع له تاني بعد شهر عشان اعمل عملية وكده، لان يعني لما عملتهاش هتأثر على مشي وكده، مش هقدر امشي بعد كده. تمام. فربنا كرمني وجيت لحضرتك. فعملت لي حجامة وعلاج، والحمد لله يا دكتور، على اشكر ربنا ان هو كرمني وجيت لحضرتك، واشكر حضرتك يا دكتور على العلاج الله بتاعك. الله يبارك لك يا حاجه سمية، يعني الحمد لله رب العالمين اتحسننا واستغنينا عن العمليه. الحمد لله يا دكتور، الحمد لله والله. الحمد لله رب العالمين. طب الاعراض اللي كانت موجوده قبل الحجامه ايه يا حاجه سمية؟ يعني كان عندي الم شديد في ركبي ورجلي اليمين ما بقدرش اقف عليه، ودايما كنت ما اقدرش اقف شويه، لازم الحق نفسي واقعد، يعني اكون هقع، يعني ببقى خايفه لو كنت اقع على الارض وكده. فربنا يعني كنت بخاف اقوم قاعد على طول. الحمد لله رب العالمين، كل الامور دي اتحسنت تماما الحمد لله. فالحمد لله يا دكتور، والله ربنا كرمنا على علاجك والحجامه الحمد الحمد لله، لله رب العالمين. وربنا يجعلك كده سبب لشفاء الجميع ان شاء الله الله. يحفظك يا حاجه سميه. عملنا حاجه غير الحجامه يا حاجه؟ نعم. عملنا شيء اخر غير الحجامه؟ لا يا دكتور، الحجامه والرجيم للتخسيس. تمام. يعني لما خسيت الحمد لله، حسيت بالراحه جامده يعني الحمد لله. تمام. والحمد لله يعني لسه بكمل العلاج الحمد لله، هوت والتخسيس برضه. فالحمد لله والله، بشكر ربنا ربنا يتم نعمته عليك يا رب. وبحمد ربنا كتير ان ربنا كرمني وجيت لحضرتك يا دكتور. ربنا يجعلنا سبب، ربنا يجعلنا سبب، اسال الله العظيم ان يتم شفاكي على خير يا حاجه سميه يا رب ان شاء الله. اللهم امين يا دكتور، وربنا يجعلك سبب كده لشفاء الناس جميعا. اللهم امين يا رب، اللهم امين. وربنا يكرمك من عنده، وربنا يجازيك خير يا دكتور والله. الله يبارك لك، ربنا الله يجازيك يبارك لك حاجه سميه، اشكرك شكرا جزيلا على اتصالك الجميل، شكر الله لك، شكرا جزيلا. الحاجة سمية أنا عايز أخد من مكالمتها، أبدأ بكلمة مكالمتها، كلمة ربنا أكرمني. هو كرم من الله سبحانه وتعالى ورحمة من الله سبحانه وتعالى التعامل مع الطب. دي نقطة مهمة قوي لابد إن إحنا ندركها، ودايما بقول للمريض بتاعي أنا وإنت على باب الله سبحانه وتعالى. الطب موجود والدراسات موجودة والأبحاث موجودة، وبيقول لو عملنا 1+2+3 هيديني كذا، يعني دي دراسات صماء. ودايما بقول للمريض بتاعي برضو الطب أصم، ما بيسمعش، ملوش دعوة بحاجة، هو ماشي كده، دي أبحاث هنمشي عليها، ولكن كرم الله سبحانه وتعالى ورحمته قبل كل شيء، ولابد أن يدرك الطبيب ذلك قبل المريض، ودي نقطة مهمة قوي قوي. إن لم يدرك الطبيب ذلك مش هيصل إلى بر الشفاء مع المريض بتاعه. ربنا أكرمني، وزي ما بقول لحضراتكم دايما بقول للمريض بتاعي أنا وإنت على باب الله سبحانه وتعالى. الحاجة سمية كان عندها محدد لها بعد شهر عملية في الغضروف، وإلا مش هتمشي تاني. كانت بتعاني من فقرات القطنية، فقرات أسفل الظهر، ألام في الركبتين، الرجل اليمين بتوجعها جدا نتيجة الضغط في الفقرات على العصب الوركي اللي انت حضراتكم بتسموه عرق النسا، ما بتقدرش تقف شوية، لو وقفت بتحس ان هي هتقع، فما بتقدرش ان هي تقف وما بتقدرش ان هي تمشي. طيب أي حياة في هذا المنوال الضيق؟ لا قادرة تقف ولا قادرة تمشي ولا قادرة تروح مشوار ولا تطلع ولا تعمل ولا تخلي، أي حياة في هذا المنوال الضيق؟ طبعا فقد لطعم الحياة بمعنى الكلمة، وكان لابد من إجراء عملية، ولو ما عملتهاش مش هتمشي تاني. خد بالك من الكلمة الصعبة قوي، لو ما عملتش العملية مش هتمشي تاني، ده على طول وأنا مغمض هروح أعمل عملية. لا، الحمد لله رب العالمين قدرنا بفضل الله سبحانه وتعالى بالحجامة وبعض العلاج والتخسيس، تنزيل الوزن دي نقطة مهمة جدا، وكل هذه آليات طبية تحت المظلة الطبية قدرنا إن احنا نصل بالحاجة سمية إلى بر الأمان، تنتهي كل هذه المشاكل الحمد لله رب العالمين، ولا نلجأ إلى إجراء العملية الجراحية بفضل الله سبحانه وتعالى. أمراض العظام وآلام أسفل الظهر
تؤثر تأثير جامد جدا على الحياة، تؤثر تأثير جامد جدا على الجسم البشري. التعامل معها لابد أن يكون على أساس طبي. اوعى حضرتك تعتقد أن كريمات العظام اللي مغرقة الشاشة ديت واللي هتزيد في الشتاء اللي جاي بقى خلاص يعني هتزيد جدا، ما هي ليهم مواسم الجماعة تجار البشر دول والدجالين دول والنصابين دولت ليهم مواسم، وأنا أتمنى أن هم يكونوا بيسمعوني والله، ليهم مواسم فعلا دجالين وفعلا نصابين بمعنى الكلمة. مفيش انزلاق غضروفي هيعالجه كريم عظام، مفيش آلام في العظام هيعالجها كريم مساج أو كريم عظام، كل هذه مسكنات أو حاجات مساعدة. ولكن التدليس على حضراتكم والنصب على حضراتكم مالي الشاشات ومالي مراكز التواصل أو مواقع التواصل الاجتماعي، وكل ده غش ونصب على حضراتكم، ليس له أي علاقة بالطب لا من قريب ولا من بعيد. لابد من التعامل الطبي مع أمراض العظام، ويجيب الناس الطيبين جدا يعني أبويا وأبوك وأخويا وأخوك وأمي وأم حضرتك يحلفوا على المصحف إن هم شوفوا وإن هم مش واخدين فلوس وإن هم كل دي، لأن هم حاسين إن هم نصابين وحاسين إن هم اتكشفوا، فيبتدوا يستعينوا بهذه الصيغة ان الناس طيبين جدا يحلفوا ان هم ما اخدوا فلوس. طب ايه اللي بيخليك تحلف انك ما خدتش فلوس؟ لان انت عارف ان انت مديله فلوس. تجد الناس يحلفوا على المصحف لان انت عارف ان هم الناس الطيبين هيصدقوا لما يجدوا كتاب الله في ايديهم وبيحلفوا على المصحف. كل هذا نصب وتدليس على حضراتكم. الطب رحمة من الله عز وجل، مش مجرد كورس عظام، مش مجرد مجموعة كريمات، مش مجرد برنامج مباع، مش مجرد شخص ينتحل صفة طبيب إلى آخره من الحاجات للأسف اللي حضراتكم بتشوفوها كثير جدا جدا بمعنى الكلمة. العظام من أمراض العصر الحديث، وإحنا تناولناه على مدار الأربع حلقات، وأعتقد لا يختلف معي اثنين إن هم فعلا نوع من أمراض العصر الحديث.